كابتن هشام كارتيرون، توقعات حضرتك يبدأ بمين التشكيل الأمثل لنادي الزمالك في القمة؟ يعني هو طبعا أبو جبل دلوقتي ماشي كويس ثابت الفترة اللي فاتت قدام الونش ومحمود علاء، الاثنين قايمين بدور يعني مهم جدا. افتكر ان ممكن طبعا المسلوسي ماشي كويس برضو قوي اليومين دول، فتوح الخبره بيجيب بيلعب ابتدى يستمر في اللعب كتير فابتدى يزيد. نص الملعب افتكر طبعا طارق حامد اساسي موجود وامام عاشور، الاثنين مميزين جدا طبعا. افتكر انه ممكن يبتدي باوباما وزيزو وبن شرقي والجزيري. ده الامثل يعني او ده الامثل وده اللي على الورق وده الثابت ثابت. يعني انا يعني لما اجي مدير فني هاجي اشتغل دايما اخد اللعيبه اللي متواصله مع بعض اللي عندها روح من الانسجام. انا ممكن اعمل تغييره في شكل الفرقه، لكن التغييره دي لما بتبقى ليها هدف اللي نازل ده مثلا هينزل من اول مباراه بيبقى ليه واجبات معينه. لكن طول ما انا معايا فريق منسجم حتى لو بيلعب والناس اللي قدامه شايفينه اكتر مره ودارسينه مش مشكله، لان الفريق كلها بتبقى تحركات واعيه وبيبقى فيها طرق تغيير، فهم فاهمين بعض فبيأدوا سيمفونية جميلة جوه الملعب عشان ملتزمين مع بعض. فأنا شايف أن نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت من ساعة ما أخذ الدوري لغاية الوقت ده في انسجام بين اللعيبة مع بعض في المجموعة دي. موسيماني كابتن حشيش يبدأ بمين؟ بص حضرتك السؤال ده كان ممكن أجاوب عليه قبل مباراة الإسماعيلي قبل الموسم ده. الموسم اللي فات كانت هي الطريقة معروفة 4-2-3-1. السنة دي مع التدعيمات والانتدابات الجديدة والناس اللي جت من الأعارات الفرقة بقت فيها لعيبة كتير على مستوى عالي. عندك فرقتين بدأ ماتش الإسماعيلي حاجة يعني جديدة خالص، لعب 3-4-3، توظيف اللعيبة في الملعب، وجوه جديدة ظهرت. شفنا في الماتش اللي بعده طلع الجيش ابتدى برضو تقريبا نفس المجموعة وراح قالب الطريقة في الشوط الثاني للطريقة البنك المعتادة ماتش البنك الأهلي بالظبط كده البنك الأهلي ولعب بالناس اللي كانت بتلعب قبل كده. فهو التشكيل دلوقتي ما تقدرش يعني تحكم عليه بالظبط، لأن برضو دايما في ماتشات الزمالك كل مدرب بيبقى عامل تريكة كده يفاجئ بيها الفرقة التانية، إنما في ناس لا خلاف عليها. يعني هتكلم مثلا من البداية في ناس دلوقتي يعني بتفضل الشناوي عن علي لطفي. طب علي لطفي يلعب عشان هو اللي واخد وشغال والتاني لسه راجع من الشناوي اصابه. هو اللي عندك يعني اقول لك حاجه استاذ احمد شغلاوي قوي كده اقول لك حاجه لا انا بديله